السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ طبعا مقطعنا اليوم راح نتكلم عن جوائز مجانية، وراح اوريكم نهاية المقطع جريتشين اكس بي، راح يفيدوكم جدا في التلفيل. طبعا قبل البداية كالعادة، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك فيها، فعل زر الجرس حتى توصلك اشعارات المقاطع اللي بنزلها اول باول، استخدم مقطع لايك ولا تنسى كود الشوب YZYDD. ويلا نبدا مقطعنا. طبعا اول الشباب، فورتنايت نزلت تغريدة اليوم، فانا مو عارف يعني بطولة كاملة وواحد يتعب عشان يحصل على بخاخ، ففي ناس ممكن يهتموا بالسبراي، لان هذول البخاخات تابعات للسكنات اللي نزلوا قبل فترة في الايتم شوب، كوبرا كاي اتوقع اسمهم، فهاي البخاخات تابعة لهم لنفس الحزمة يعني. راح اتكلم اللي عندي على اساس الناس اللي بتحب تشارك باي شيء، الناس اللي حابه تشارك تستفيد كالعاده، انه اي بطوله بتنزل لازم نتكلم عنها. طيب بتفوت على المدونة بيطلع لك معلومات عنها. اول شيء كاتبين يختبر المهارات التي اتقنتها في التدريب ولا ترحم خصومك في كاس جميع سكان الوادي في 8 يناير. متى البطوله يا يزيد؟ راح تكون 8/1 اللي هو يوم السبت القادم، والمواعيد تعرفوها على 5 والاوروبا كانوا على 8 او العكس، للحصول على فرصه لربح 3 بخاخات. هذه منافسه فرديه، البطوله راح تكون نظامها سولو لحالك. اوكي طيب، كيف نظام توزيع الجوائز راح يكون؟ عند القواعد الرسميه كاتبين كل السيرفرات نفس الشيء، مثلا باوروبا افضل 50% من الاشخاص اللي شاركوا باوروبا بيربحوا البخاخ الكوبرا كاي قدامكم، افضل 33% مثلا باوروبا بيربحوا سبيري مياجي دو، وافضل 10% من اللي شاركوا باوروبا بيربحوا بخاخ النسر اللي هو اندر شيء فيهم الثلاثه يعني، وباقي السيرفرات نفس الكلام. حتى ميدل ايست نفس الشيء، جوائز صح خايسه ومو منطقيه ابدا يعني، المفروض حطوا لو اكس، لو حطوا رقصه، لو حطوا حقيبه تحمس الناس على الاقليه. فبس انا سويت اللي علي يعني، شرحت البطوله زي اي بطوله ثانيه. فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل راح تشاركوا البطوله او لا، لان راح اشوف كل التعليقات. طب الان ننتقل لجلتشات الاكس بي. اول جلتش معانا راح يكون وانت باللوبي بتحط الكود التالي وبتعمل لعبه خاصه وبدا الجيم. بس يبدا الجيم بتروح عند الالوان، شايفينها هذه بتاعت الالوان، بتبني ارضيه، بيكون في هون زر مخفي لازم تضغط عليه. اوكي ضغطنا عليه، بتبني حاليا 10 درجات، ابني 10 درجات. بعدين ارضيه واحده، عندك هون 4 ازرار، بلش كبس عليهم بصير يعطيك اكس بي. انا اعطاني قليل جدا، وله فتره بيعطيني قليل، انا لحالي بيعطيني قليل ما اعرف شو السبب. شوف صاحبي علي كم اعطوه، بيعطوه اسرع مني. فالدليل انه كل شخص يختلف عن الثاني، ممكن انت تاخذ 5000، ممكن اخذ انا 200 بس. فجربوا الجلتش واكتبوا لي بالتعليقات كم بيعطيكم. طبعا الماب الثاني وانت مركز الكريتيف تحط الرمز التالي وابدا الجيم على طول، وروح على المكان اللي بروحه عند هاي. طيب شايفين تحت الريست هاي الارضيتين، ابني على الارضيه الاولى درج والثانيه كمان درج، وهون ابني ارضيتين وكمل الثانيات والثالثه. اوكي هون في زر اكبس عليه، بس اكبس عليه امورك تمام، ارجع على الدرج او الدرجين وكمل، في حد راح توصله ما راح تقدر انك تبني عنده. زي ما شفتوا ما اقدر ابني الا هون. اوكي حاليا تطلق فوق بالسماء بصير اعطيك اكس بي. طلع كم اعطاني انا؟ 500. شوفوا علي كم اعطاه؟ 24000 و15000 و20000. فجربوا الجلتش راح يعطيكم بالالاف انا متاكد، فجربوه واكتبوا لي بالتعليقات كم بيعطيكم. وبس شباب، بالنهايه اتمنى من كل واحد فيكم استفاد المقطع، انه ينشره بكل مكان حتى الكل يستفيد، واذا ما كنت مشترك في القناه اشترك فيها، فعل زر الجرس، استخدم المقطع احلى لايك. وبس ربي يسعدكم على كل شيء، مع السلامه.